إنه لقاء من طبيعة مهنية وحقوقية، يجسد مظهرا حضاريا للاحتجاج وأسلوب راق للتعبير عن رأي المحامين ومعاناتهم وإسماع صوتهم ومطالبهم المشروعة. السيدات والسادة، إننا دعوناكم إلى هذا اللقاء الوطني للمحاماة بعد همس وآهات وصراخ، وبعدما أصبحنا نعيش في وضع غير طبيعي في سياق ما يجري ويحاك ضد المحاماة والمواطن ببلدنا، وقد تولدت لدينا القناعة الكافية بقيام عناصر التضييق على نساء ورجال الدفاع وتهميش دورهم ومكانتهم، ولم يكن واردا في ذهن مكتب جمعيتي آت المحامين بالمغرب من موقع المسؤولية المباشرة لرئيسها ومكتبها أي بعد غير البعد المهني والحقوق والمجتمع والوطني عندما نهج أسلوب الانفتاح والحوار منذ بداية ولايته بالمبادرة والإلحاح والجدية والشفافية والموضوعية، وهو أسلوب لم يكن ضعفا ولا استسلاما ولا تملقا، وإنما هو أسلوب يعبر عن قناعات وهوية يجسد أدوار جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتراكماتها وإسهاماتها الغنية عبر التاريخ والتي أثبتت قيمتها وجدارتها في الساحة الوطنية، غير أن الواقع التشريعي وما صاحبه أو تخلله من نقاش وإصرار وما روج له من نعوت واتهامات وبروز ما يكفي من الإشارات والتلميحات أثبت لنا أن المحاماة في مفترق الطرق أريد ما أريد لها ممن لا يريد أن يستوعب بأن العدالة لا تقوم إلا بمحاماة قوية، وبأن مسؤولية المحاماة محامي يا محامي يدك في يدي لتحقيق المطالب صمود صمود الأبدي، محامي يا محامي يدك في يدي لتحقيق المطالب صمود صمود، محامي يا محامي يدك في يدي صمود صمود الأبدي، محمد 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 محمد. وبأن مسؤولية المحاماة لا تقل أهمية عن مسؤولية القضاء باعتبارهما جناحي العدالة، تقع على عاتقهما مسؤولية الحفاظ والحرص على مقومات وأركان العدالة كل من موقعه ودوره وفي إطار الاستقلالية الكاملة. أيها السيدات والسادة، إننا في جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا نؤمن بالجمود، نؤمن بالحركية والتطور والتطوير والحوار، وليس في نيتنا التعامل بالمثل مع من وجه لنا أقصى الاتهامات والنعوت، لأننا نحن أكثر من يود المحافظة على التوازنات والانتصار للقانون والمشروعية، ولأننا أصحاب رسالة كونية ذات طابع اجتماعي وأخلاقي لا نخضع لهيمنة السوق، خلقنا لننتصر للعدالة وقيمها، ولكل حكاية زمان، وقد حذر الحكماء من نفاذ الصبر. إنما يقلقنا ويشغل بالنا رئيسا ومكتبنا في جمعية هيئات المحامين بالمغرب هو وضعية التشريع ببلادنا المتسمة بالتراجعات والتناقضات،
كما هاجسنا ما تعانيه المحاماة من معيقات وما تتعرض له من هجوم غير مسبوق وغير مفهوم، من خلال الإعداد في مرحلة أولى لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي كسر عدداً من المبادئ التي تقوم عليها النظرية العامة للقوانين الإجرائية، ونسف عدداً آخر من المكتسبات بكثافة عالية من الاختلالات والخروقات والتناقضات. واتضحت معالم الاعتداء على المحاماة لدى الرأي العام المهني من خلال ما أصبح المحامي يعانيه من أسباب التضييق ولما يروج له داخل بعض مؤسسات الدولة في غياب التقييم الحقيقي والمسؤول أوضاع مهنة المحاماة التي لم تحظى بما يليق بها ويليق برسالتها الإنسانية والمجتمعية والحقوقية في ظل ما يعرفه المغرب من أسباب النمو والتطور والنماء، وفي ظل المفهوم الجديد للعدالة الذي لا يترجمه إلا تشريع رصين بقضاء مستقل ودفاع قوي حصين. إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صوت عليه مجلس النواب قد أحيل على مجلس المستشارين الذي سيبدي رأيه فيه في القادم من الأيام، وإنه مشروع ولئن تضمن بعض المقتضيات الجيدة والمقبولة، وهذا من باب أننا لا نقصد تبخيساً ولا تيئيساً، فهو غير متجه نحو تقوية وتعزيز ضمانات المتقاضين وحقهم في الدفاع والولوج السهل الميسر والمتبصر للعدالة. بقدر ما ارتكزت هندسته وأهدافه على ضبط الولوج إلى العدالة وتقليصه والسرعة في إنتاج الأحكام، وبمنطق يفهم منه أن الغرض من إعداد المشروع هو تصفية المتخلف من القضايا والحد من عدد قضايا المواطنات والمواطنين الذين يلجون العدالة، دون استحضار المبادئ الكبرى التي يجب مراعاتها في مثل هذا القانون الذي يعمر حقباً من الزمن وكونه من ضمانات التقاضي للمواطن، ودون استحضار إمكانية مواجهة المتخلف بأساليب أكثر مرونة وفعالية وبما يحافظ على الجودة والأجل المعقول البت في القضايا، ولا يمس بالمكتسبات والحقوق الدستورية كمبدأ المساواة والحق في التقاضي، وهي قضايا تهم المواطن بالدرجة الأولى وتهم حقوق المتقاضي، علماً أن أسباب البطء والتعقيد والهشاشة في مجال العدالة لا يتحملها القانون وحده، وإنما هي راجعة إلى أسباب أخرى كثيرة ومعقدة ومتنوعة، أهمها العامل البشري. ويبدو أننا اليوم أمام أزمة حقيقية في إنتاج التشريع، ويحق لنا التساؤل عن الجهة التي تشرع في إطار مبدأ فصل السلطات. إن التجارب أكدت على أهمية إشراك مكونات المجتمع في إعداد مشاريع القوانين، لأنه بهذا الإشراك يضمن التطبيق السلس والمرن للقانون ويجنب التنافر بين القوانين أو محدودية استيعاب المنظومة القانونية والعقل الجمعي للتعديل. أليس الواجب يفرض مناقشة مسؤولية القطاع عن تدبير قضايا المواطن من خلال توفير آلية الفصل فيها، إن على مستوى العنصر البشري أو اللوجستيكي أو على مستوى إنجاز وضبط دراسة حول طبيعة هذه القضايا ونوعها والفئات الاجتماعية الأكثر ولوجاً إلى العدالة وطبيعة ونوع قضاياهم، علماً أن الولوج إلى العدالة ليس سهلاً ولا ميسراً، وإنما هو ولوج صعب ومكلف، حينئذ يكون المعلوم معلوم حقيقة والمعالجة ستكون موفقة،
لأن تحديات عالم اليوم تفرض بناء عدالة قوية سليمة من التعثرات والمعيقات بتشريع مسؤول رصين وآمن تنمو وتتربع في أحضانه دولة الحق والقانون. أليس السير في اتجاه خنق المحاماة وتكبيلها بقضايا جانبية من هنا وهناك هو خنق للعدالة؟ وعن الأزمة أقول، هل هي نتيجة عن أزمة المرفق في حد ذاته، أم أنها في الخيارات الكبرى للسياسة العمومية ومن ثم في العقل السياسي؟ السيدات والسادة الكرام، إن للمحاماة موقع ومكانة وذاكرة ومفاهيم مقاصدية عالمية كبرى، فهي رمز الحرية في كل أنظمة العالم وأحد الأعمدة الكبرى للعدالة. رسالتها مبنية على أركان متكاملة وجدت لتنتصر لقيم المشروعية والعدالة، وهي دائما في الصفوف الأولى لمختلف ساحات نضال المجتمع المدني بجميع أشكاله. وفي هذا السياق نستحضر بكل فخر واعتزاز الرصيد المهني والحقوقي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي واكبت في بلدنا تطور البناء والإصلاح من أجل تحديث الدولة وإرصاء أسسها العصرية الثابتة، وكانت في مقدمة من طرح المحاور الكبرى للإصلاح، وأول من بدأ الصحوة إلى إصلاح القضاء في مطلع التسعينيات، وطرحت للنقاش مواضع كبرى مؤسسة لدولة الحق والقانون ولدستور 2011، وناضلت لفائدة استقلال القضاء منذ سنة 1966 في مؤتمرها الخامس برئاسة المرحوم النقيب عبد الكريم بن جلون، وترافعت عبر تاريخها من أجل كل هذه المحاور المكونة لاستراتيجية الإصلاح، وجعلت منها قضايا مركزية أهمها الفصل الحقيقي للسلط وربط المسؤولية بالمحاسبة ومراجعة القوانين وانسجامها، وقضايا المحاكمة العادلة وقضايا الصحافة وحقوق الإنسان وإرساء أسس ومقومات الديمقراطية ودولة الحق والقانون وضمان حقوق الدفاع والحريات العامة والقضايا الوطنية. ولعبت أدواراً محورية في مسار وأهداف هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها الجهة المهنية والحقوقية الأولى التي أسهمت بشكل كبير وعميق في إبراز حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان، وحل إشكاليات الماضي والمساهمة في إرساء أسس التحول الديمقراطي. هذه هي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عرين الحق والحرية. هذا تراثنا وتاريخنا وهويتنا لمن لا يعرف هذه الهوية. إن دولة الحق والقانون لم يعد مجرد شعار في الخطابات السياسية، ولا يمكن أن تنمو في أحضان تشريع متأزم وعدالة لا زالت تعاني من أزمات حقيقية. ورغم ما يحمله دستور المملكة من مبادئ وقيم وأفاق، فإن مهنة المحاماة لا زالت لم تحظى بما يدعمها ويطورها ويؤهلها ويعزز كفاءة المحامين لضمان عدالة ناجعة انسجاماً مع المتغيرات الوطنية والدولية ذات الطابع الشمولي، والتي تستوجب إرصاء دعائم عدالة فعالة مواكبة للتطور وللعالم الرقمي، وتوفير مجال عمل واضح وآمن بما يعطي لمؤسسات الدفاع مكانتها الحقيقية. فالمحامون نساء ورجالا كانوا دوما رجال قانون وفعل،
لا يتأملون في الأشياء للتغني بجماليتها وذم عيوبها، بل للتأثير على الواقع وتصويب الاعوجاج من خلال إسهاماتهم وتوصيات مؤتمراتهم وآرائهم المعبر عنها تاريخياً باسم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي قدمت إسهامات كبيرة خلال فترة تنزيل المؤسسات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، وقد اكتمل الآن تأسيسها أو يكاد، غير أن المحاماة همشت ولا زال التأخير مفرطاً في تقوية الدور الحقيقي للدفاع في المنظومة القانونية تنزيلاً للدستور الذي ينص على هذا الحق. وإلا فإن إعدام وقتل دور الدفاع هو حتماً إعدام وقتل للعدالة. ومن هنا فإن الفاعل السياسي اليوم وكل القوى السياسية ببلدنا مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتطوير وتفعيل أدوارها السياسية والدستورية وإبداء رأيها الفاعل المؤثر في كل ما يجري الآن في بلدنا، ومعاينة ما يطلع علينا من قوانين من رحم برلمان الأمة تقتل أحلام المحاماة وأحلام المواطن في مغرب جميل يسع للجميع ومن أجل الجميع. ولا غرابة أن يرقص الشباب غير بعيد عن فاجعة من فواجع الوطن. واليوم أصبح من الواجب علينا جميعا وعلى الفاعل السياسي بالدرجة الأولى كل من موقعه كأبناء هذا الوطن قراءة دستورنا قراءة جيدة متأنية ودقيقة في مستوى دقة مصطلحاته، وإزالة اللبس بين من يقدم مقترح القانون وبين من يضعه في كل تشريع في شكل تشريع وبين من يصوت عليه. وفي هذا سؤال حول إنتاج المعنى. ولا بد من التأكيد أن مطالب المحاميات والمحامين المغاربة ليست فئوية ولا مادية ولا خاصة، بل هي مطالب تهم المواطن بالدرجة الأولى، كما أنها تشكل مظهراً من مظاهر ومقومات دولة الحق والقانون، وهدفاً استراتيجياً من أهداف إصلاح منظومة العدالة ببلادنا الذي تم إغفاله والتراخي فيه. وقد اكتمل تأسيس السلطة القضائية بينما المحاماة كجناح ثاني للعدالة لا زالت تتخبط في مآس تشريعات مست باستقلالها ومجال عملها ومكانتها أفراداً ومؤسسات مهنية، وهو وضع ناتج بلا شك عن سياسات مرتبكة أورثت فشلاً في تدبير هذا القطاع. فمن غير المعقول أن تسطر بلادنا برامج للتنمية في حين تبقى المحاماة تعيش على هامشها وفتاتها، وهي من استقبلت أفواجاً كبيرة في السنوات الأخيرة من أبناء هذا الوطن دون التفكير في مجال عملهم ومستقبلهم وكيفية اندماجهم وإدماجهم في واقع يتسم بالتعقيد ومحفوف بالمخاطر. وغير معقول تهميش انتظارات المحامين المغاربة الذين يتطلعون إلى قانون مهني حداثي متطور ويتطلعون إلى اتخاذ الخطوات الحقيقية من أجل تطوير مهنة المحاماة، سواء تعلق الأمر بتحديث التشريعات والقوانين أو التكوين والتدبير التدريب المستمر واستخدام التكنولوجيا وتقويات المؤسسات المهنية وتحسين الوصول إلى العدالة وتشجيع التخصص ودعم وتعزيز استقلالية المحامي والمهنة، أو من حيث مراعاة الجانب الاجتماعي
للمحاميات والمحامين وأنظمتهم الاجتماعية بما يلائم خصوصياتهم أو من حيث تفعيل مبدأ التشاركي الدستوري بلياقة الحوار الجاد والمسؤولية وأخلاقياته. وهي مناسبة للتأكيد أن نظام التغطية الصحية والاجتماعية للمحامين عن المرض والذي تقوم به التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب تتكامل في الأهداف الواردة في الرؤية الملكية للحماية الاجتماعية التي تروم تعميم وتوسيع وتجويد المنتوج الاجتماعي بما يضمن الأمن الصحي لجميع المواطنات والمواطنين وفي تناغم مع المتطلبات الدستورية، وهي الأهداف التي تحققت بشكل ملموس وواضح بالنسبة للمحامين وأسرهم بواسطة هذا النظام التعاضدي القوي الذي يوفر تغطية شاملة وإجبارية ويحقق الكثير من الامتيازات والفوائد للمحاميات والمحامين وأزواجهم وأبنائهم وأراميلهم وأيتامهم، ما جعله نظاما متميزا لا يمكن التفريط فيه أو المساس به ما دامت أهدافه وخدماته هذا النظام تصب في مصلحة المنتسبين للمهنة وتحقق غايات وأهداف الرؤية الملكية. وبهذا الصدد فإن جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي هي جزء من هويتها تؤكد تشبثها القوي الذي لا رجعة فيه بالتعاضدية العامة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. هي السبيل. هذه التعاضدية التي هي جزء من هويتنا وقضية مركزية بالنسبة لنا، لأنها تضمن الأمن الصحي للمحامين وأسرهم ومكسبا حقيقيا أسس في إطار القانون ودستور المملكة وتأتي في قلب ورش مشروع الحماية الاجتماعية الذي تنشده الدولة لكافة المواطنات والمواطنين. أيها السيدات والسادة، إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب الناطقة باسم 17 هيئة للمحامين بالمغرب والممثلة لأزيد من 18,000 محامية ومحامي بما فيها الإطارات والتعبيرات المهنية المختلفة، كانت لا زالت تحاور وتترافع من أجل الأهداف الآنفة الذكر، وقدمت اقتراحات بمقاصد جوهرية إن على المستوى المهني أو التشريعي أو ما يرتبط بالجانب الاجتماعي للمحاميات والمحامين والتزاماتهم أيضاً تجاه صناديق الخزينة العامة للدولة، غير أن محدودية التعامل مع مبادراتنا وآرائنا وتجاهلها واستمرار أسلوب تهميش المحاماة ووضعها في خط تنازلي نكون قد وصلنا إلى أن نتحمل المسؤولية أمام المحامين وأمام المجتمع وأمام التاريخ. عن كل ما يحدث، ونكون قد وصلنا إلى أن يتحمل من تسبب في هذا الهول نتائج ما وصل أو سيصل إليه الوضع بكل تجلياته وأثاره وبحجم ما يحدث من مساس واعتداء غير مفهوم على المحاماة. أيها السيدات والسادة، إن المكانة القانونية والحقوقية والمجتمعية للمحاماة أسست في كل بقاع العالم أدوات التواصل مع جميع مؤسسات الدولة
في إطار علاقات تكامل مع رسالة الدفاع. هكذا كنا ببلادنا إلى عهد قريب عندما نهج شرفاء هذا البلد مبدأ التشاركية الفعلية في تعاملهم مع جمعيتي آت المحامين بالمغرب في مجال العدالة قبل إقراره في الدستور الحالي. ولا شك أن تغييب هذا المبدأ وضربه بشكل علني واستبداله بسياسة الأمر الواقع واللغة الخشبية لا يمكنه أن يخدم مصلحة العدالة ولا الوطن، ويدمر حتماً مكونات البناء الذي تقوم عليه منظومة العدالة، لأن موقع المحاماة في المجتمع وفي العملية القضائية ليس هيناً، ولأن المحامين أبناء أسرة العدالة حاضرين في قلب الممارسة المؤسسية التي تنهض بها السلطة القضائية، وهو ما حرص عليه جلالة الملك وأكده في رسالة السامية التي وجهها في المؤتمر 49 للاتحاد الدولي للمحامين المنعقد بفاس 31 غشت 2005، التي ركزت في جانب منها على أهمية نسج علاقات التعاون والشراكة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في إطار المسؤولية والتعبئة لتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الفاعلين في الحقل القضائي. وأشارت الرسالة الملكية أيضاً إلى الإطار القانوني لمهنة المحاماة الذي يؤمن استقلالها ويرفع مستوى أدائها. والأكيد أن استقلال المحاماة هو جزء من استقلال القضاء، واستقلال القضاء جزء من استقلال المحاماة. وعندما نقرأ التاريخ تستوقفنا أسماء، وفي النتيجة أن التاريخ قصة رجال تولوا مسؤوليات وحققوا منجزات. وإذا كان قدرنا اليوم أن نمر من أزمة بحجم ما نعيشه، فإننا نشكر من كان سبباً في رجوعنا إلى وحدتنا. وكنا في الماضي كما كنا في الماضي، وكان سبباً أيضاً في إنهاء مسلسل التسويف والبطء في معالجة كل قضايا المحاماة ببلادنا، وهي قضايا غير قابلة للتجزيء أو المساومة أو المهادنة، باعتبارها قضايا مركزية متكاملة بالنسبة للمحامين، بدءا بقانون مهنتهم ونظامه الاجتماعي للتغطية الصحية عن المرض، وتنزيل نظام ضريبي عادل يراعي خصوصياتهم المهنية والحفاظ على مكانتهم وموقعهم في التشريع والقوانين الإجرائية ذات الصلة بمجال عملهم وأدوارهم واستقلالهم. الحضور الكريم، إن التشريع تعبير راق ومتعقل ومعيار للرشد السياسي ومستوى التطور، وهو أيضا مقدمة في الإصلاح والتنزيل الحقيقي للدستور. يجب أن يحافظ على المكتسبات ولا يعدم أو يعلق المبادئ. وعندما يصير التشريع أداة للتهديد إلى درجة الاستبداد به ووسيلة للتضييق والتهميش، وعندما تشوه المفاهيم، وحين تعود لغة الانتقام، وحينما تسبك محاولة تكسير جناح العدالة وإسقاطه، حينها تصبح مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية أن نكرس معركة كبرى لا هوادة فيها على من يصمم تدمير المحاماة فوق رؤوسنا. لا أحد يلومن المحامين إنهم دخلوا في المعارك الكبرى، وقد علمتنا الحياة أن الضربات القوية تفتت وتهشم الزجاج، لكنها تصقل الحديد. متمنيا بكل صدق متمنيا
بكل صدق ألا نصبح مكرهين على مستقبل نادر في ظل وضع ما بلغ في وضع بلغ مستوى قمة الأزمة. الحضور الكريم، إن بروز احتجاجات المحامين بالمغرب بمختلف أعمارهم وتعبيراتهم في السنوات الأخيرة بأشكال ودرجات متفاوتة، وعودة النقاش أمام حول مكانة الدفاع وموقعه وقضاياه، وإن كان قد ذوبته ظرفياً انتظارات الحوار بحرص كبير من المؤسسات المهنية وآمال الانتقال الاستراتيجي للدولة في ظل الدستور الجديد، هو بلا شك نقاش مرتبط بالسياسات العمومية غير المندمجة في مجال حماية الحقوق والحريات، وغياب وضع استراتيجية انقطاعية منسجمة تعتمد المقاربة التشاركية الهادفة إلى تحقيق الحكامة الناجعة، كما أنه مرتبط بظهور بوادر تهميش الدفاع والتضييق عليه في بعض التشريعات المقدمة من طرف الحكومة، وخنق المقاربة التشاركية وبروز خصاص في عدد من القوانين الداعمة أو المعززة لدولة الحق والقانون والحامية لثوابت القانون والعدالة. وراجع أيضا إلى الوضع المتأزم لعدد آخر من القوانين التي تؤزم بالتبعية دور المحامين ومؤسساتهم المهنية، بصرف النظر عن تشريع القوانين التي قطع عن مشاريع القوانين الأخرى التي قطعت أشواطا في الإعداد أو لم تقطعه وكان قدرها مكان، كقانون الإثراء غير المشروع والقانون الجنائي والدفع بعدم دستورية القوانين وآلية التنفيذ ضد الدولة ومؤسساتها، ما دامت أزمة عدم التنفيذ هي أكبر من أزمة الكم العددي للقضايا. من جهتنا بادرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى اقتراح آليات الاشتغال والتعاون مع الوزارة المكلفة في العدل في شكل لجل موضوعاتية لمناقشة مجالة التشريع والإدارة القضائية والتأهيل والتكوين وغير ذلك من قضايا ذات الطبيعة الاستعجالية، إلا أننا لم نلاحظ أي خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز هذه المبادرة. فالمحامي المزاول والممارس لمهام الدفاع يومياً بقاعات ومكاتب وأجنحة المحاكم، الحامل لهموم موكله ومؤازريه، يشارك في صنع القرار القضائي، إلا أنه لا يحظى بكل الإمكانيات القانونية والواقعية للقيام بمهامه، كما أن المجهودات الذاتية لهيئات المحامين لم تعد كافية أمام التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وظهور المحاماة العابرة للحدود، ما يفرض على الدولة أن تساهم في برنامج التكوين والتكوين المستمر ووضع برنامج مشترك لتأهيل مهنة المحاماة وتوفير البنية الضرورية لتجهيز مكاتب المحامين وتأطير العاملين بها وتوفير سبل التأهيل وبنياته، لأن مساهمة الدولة في تكوين الفاعلين في منظومة العدالة هو أحد الأركان الجوهرية في ورش إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، بيد أن هذه المساهمة لا تقل أهمية عن دورها في رفع التحديات التي تلامس استقلال الدفاع وحصانته على المستوى التشريعي كما سلف، تنزيلا للمبادئ والمرجعيات الكبرى وما تنص عليه الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب، أهمها تعزيز استقلال الدفاع وحصانته. إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب
ستبقى حاضنة لكل أبنائها، ويبقى رئيسها ومكتبها صاهرين على حقوق المنتسبين إليها ومصالحهم وكرامة المحاماة ومكانتها وتاريخهم وتراثهم، وستبقى المدافع الشرس عن حقوق المواطنات والمواطنين وعن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وستبقى السد المنيع في مواجهة الظلم والاستهتار والفساد، والصوت الصارخ في وجه من يسعى إلى تدمير المحاماة واغتيالها. فالمحامي حينما يترافع عن قضايا موكله يترك القول الفصل للقضاء، أما حينما يترافع عن وطنه وقضايا وطنه وهويته فإن التاريخ هو الحاكم. ونؤكد أننا لم ولن نغلق باب الحوار والتعاون، كنا ولا زلنا منخرطين في الإصلاح وتقديم الإسهامات والآراء ومناقشتها بالشفافية والموضوعية والجدية اللازمة، مستحضرين الأوراش الكبرى أو المحاور الكبرى لاستراتيجية الإصلاح في بلدنا ومصلحة الوطن. ولا يمكن أن تكون إسهاماتنا فيها إلا داعمة وفاعلة ومسؤولة، ونتعاون مع جميع من يحب التعاون. زميلاتي زملائي، اليوم كان يوماً للمحاماة والمحامين، يوم الدود والنضال لفائدة الحرية والعدالة والقيم والإنسان. أثبتتم وفاءكم وغيرتكم على مهنتكم وعلى العدالة في بلدكم كما عهدناكم. عملت كثيراً وتعبت كثيراً، لكنني مستمر لأتعب، ولا نهاية لتعبي وإصراري، لأن متعتي في تعبي. وكنت أعلم أنكم لن تخذلوا جمعيتكم ونقبائكم ومؤسساتكم، ونحن نمر من امتحان كبير، امتحان كبير وحقيقي فرض علينا لا يد لنا فيه، يتطلب منا جميعا المزيد من الاصطفاف والاتحاد وراء المؤسسات المهنية والحرص على قيم ومقومات مهنتنا والدفاع عن المهنة وقضايا العدالة والمواطن والوطن. فالمحاماة عالم متنوع مرت عبر تاريخها في كل بقاع العالم من أزمات مختلفة، وكلما كانت الأزمات كبيرة عسيرة ومعقدة كلما زادت المحاماة قوة وتماسكا ووحدة وتصلبا. وقد علمنا التاريخ أنه كلما اتسعت رقعة الفساد كلما انتزع دور الدفاع الحقيقي واعتدي عليه. في يومكم هذا أدعوكم للصمود والنضال وراء مؤسساتكم المهنية، أدعوكم للصمود والنضال وراء مؤسساتكم المهنية وعدم الاستسلام. فالمهنة تمر بظروف صعبة، وسنبقى صمام الأمان والصوت المدوي المطالب بالمشروعية والعدالة والحرية. معا سنواصل النضال وفي أي موقع من أجل أن تستعيد المحاماة عافيتها ووقارها. وإنني سأدعو في قادم الأيام لانعقاد مؤسسات الجمعية
بما فيها ندوة الرؤساء وندوة النقباء في إطار التعبئة الشاملة. في يومكم هذا نؤكد على مبادئ وثوابت لا نحيد عنها. إن مطالب المحاميات والمحامين وحدة غير قابلة للتجزئة. ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عما يحدث في مجال التشريع من نسق غير مسؤول وغير مراعي لمكتسبات الوطن والمواطن في مجال الحقوق والحريات، وما يحدث للمحاماة من تهميش واعتداء على مكانتها وموقعها وأبنائها وبنيانها. ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عما ينغص الإدارة القضائية والاستهلاك غير المبرر للانتقال الاستراتيجي للبلاد، وندعوها إلى تحمل مسؤوليتها عن الفواجع التي تشوه صورة البلد، وندعوها إلى رفع ضغوطاتها على المحاميات والمحامين ووقف الاستهداف الذي انكشفت خيوطه بالواضح المكشوف. ندعو المحاميات والمحامين إلى التقيد الصارم بمبادئ وقيم المحاماة والثبات في خصائص الهوية، وإلى النضال صفاً واحداً وراء المؤسسات المهنية وعدم الاستسلام، والفرج قريب بإذن الله. وأختم كلامي بقول الشاعر عن المحاماة: إن العدالة إن واكبتها انتظمت، وإن أيت تناء العدل واختصموا. ولا سلام لا استسلام، ولا سلام لا استسلام. المعركة